أبدأ معك ضياء، يعني حتى الساعة إلى أين يتجه الوضع؟ هل ستقام هذه الانتخابات أم لا؟ فعليا كل الأمور تسير إلى التأجيل. يوم الخميس عند الساعة 8:30 ستعقد القيادة الفلسطينية بحضور أمناء عامين الفصائل، ولربما شخصيات أيضا مدعوة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ستحضر اجتماعا في مقر الرئاسة الفلسطينية، وسيصار إلى التأجيل. لا يوجد أي لربما أمل في إجراء هذه الانتخابات، خصوصا بأن إسرائيل فعليا أبلغت السلطة الفلسطينية حسب بعض المصادر أبلغتها شفويا بأنها ترفض بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة. لم تتلقى السلطة الفلسطينية ردا رسميا واضحا من قبل المستوى السياسي في إسرائيل، سوى أن بعض المصادر تحدثت بأن منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هو من أبلغ السلطة الفلسطينية شفويا بأن إسرائيل لن تسمح، وأن لا يوجد أيضا حكومة إسرائيلية في الوقت الحالي بإمكانها اتخاذ قرار واضح بشأن موضوع القدس وإجراء الانتخابات. لكن بطبيعة الحال مصادر أخرى تحدثت بأن الرئيس الفلسطيني أرسل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إلى قطر للتباحث مع وفد حركة حماس أو قيادة حماس في الخارج، ويطلعهم بأن الانتخابات سيتم تأجيلها، وأن هناك لربما خطط أخرى ستقوم على مبدأ لربما تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون حماس جزءا منها، وهذا طبعا عرض سيعرض على حماس مقابل عدم لربما الاحتجاج أو توتير الأوضاع أكثر فأكثر. يوم أمس وعند ساعات المساء أيضا كانت اجتمعت عدد من الكتل الانتخابية بدعوة من قائمة الحرية، وهي قائمة مروان البرغوثي وناصر القدوة، اتفقوا على البدء بخطوات احتجاجية تبدأ بتشكيل جسم قانوني يمثل كل تلك القوائم، وهدفها يعني إبطال كل الإجراءات التي تهدف إلى إلغاء الانتخابات، إضافة إلى يعني رفض هذا الحق الفلسطيني لإجراء الانتخابات واختيار الفلسطينيين لناخبيهم ومن سيمثلهم في المجلس التشريعي الفلسطيني. بطبيعة الحال لربما يعني التأجيل هو قادم لا محالة، ولكن الأخطر من ذلك هو حالة الإحباط الكبيرة في الشارع الفلسطيني بعد أن لربما لجنة الانتخابات عملت ما عملته، وأيضا القوائم التي يعني دخلت وسجلت اسمها في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فعليا لن يكتب لهذه الانتخابات النجاح، وهو ما يشكل حالة من الإحباط الشعبي والرسمي الشديد للغاية في الأراضي الفلسطينية.